بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد بن عبد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نستمر في سلسلة محاضرات رياضيات 206 من كتابي كتاب الكالكولوس 2 اليوم راح نتكلم عن باب جديد اللي هو النهايات لكن النهايات طبعا درسناها في الكالكولوس 1 لكن هنا رايحين نركز اكثر على استخدام قانون لوبيتالز ايش يقول قانون لوبيتالز قانون لوبيتالز يقول انه اذا عندنا الداله اف اكس والداله G اوف اكس اشير بس على التعريف هذا يقول اذا عندنا الدالة F of x والدالة g of x and are both differentiable everywhere near a وكانت f of a تساوي g of a تساوي zero then فان ايش اللي يصير؟ اللي يصير كذا يعني اذا كانت الدالتين قابلة للاشتقاق عند A وكانت F في A تساوي G عند A تساوي صفر فإن نهاية الدالة لما X تتجه إلى A F في X على G X تساوي نهاية لما إكس تتجه الى ايه؟ اف داشو x على جي داشو x، يعني لو نبغى نوجد نهاية الدالة اف اوف على جي اوف وكانت اف تساوي صفر وجي تساوي صفر عند العدد اللي المتغير إكس يتجه له، فإنه النهاية تساوي نهاية مشتقة الاف على مشتقة الجيم، وتستمر كل ما صار صفر على صفر تشتق أيضا، كل ما صار صفر على صفر تشتق، مثال بس عشان نفهم، شوف هذا المثال، المثال يقول أوجد نهاية لما إكس تتجه إلى صفر ساين إكس ماينس إكس على إكس تكعيب طالع هنا لما الاكس تتجه الى صفر البسط ساين صفر بصفر ناقص صفر يعني البسط صفر لما يكسب صفر البسط بصفر ولما يكسب صفر المقام بصفر يعني صفر على صفر اذا النهايه نشتق البسط ونشتق المقام كل واحد لحاله اول نشتق البسط مشتقه الساين كوساين اكس ناقص مشتقه الاكس بواحد نروح نشتق المقام مشتقة المقام ثلاثة إكس تربيع الآن نعوض نشوف هل هي لسه صفر على صفر طالع الآن لما الإكس بصفر كوساين صفر بواحد وواحد ناقص واحد صفر يعني البسط بصفر ولما الإكس بصفر المقام بصفر يعني صفر على صفر إذا نستمر نشتق مرة ثانية ونقول نهاية يساوي نهاية لما إكس تتجه إلى صفر ومشتقة الكوساين ناقص ساين إكس ومشتقة الواحد بصفر نروح للمقام مشتقة المقام 6 إكس والآن نعوض عن الإكس بصفر إذا عوضنا على الإكس بصفر البسط بصفر ساين صفر بصفر والمقام بصفر يعني صفر على صفر نستمر نشتق تستمر لين يطلع عندك الجواب لما إكس تتجي إلى صفر تساوي الآن مشتقة الساين ماينس كوساين عندنا ماينس في على ومشتقة الستة إكس هي ستة الآن طالع لما الإكس بصفر الكوساين صفر بواحد يعني البسط يصير ناقص واحد والمقام ستة وهذا الجواب ماينس ون أوفر سكس إذا لما تبغى نهاية دالة دالة كسرية تشوف هل المقام والبسط صفر على صفر إذا كان صفر على صفر استمر في الاشتقاق لين توصل إلى الجواب الجزء الثاني من النظرية يقول أنه إذا عندنا الدالة F of والدالة G are both differentiable everywhere near A وكان F يساوي G يساوي ما لا نهاية، فإن النهاية، يعني إذا كانت نهاية لما x تتجه إلى a، f of تساوي نهاية لما جي of عند x تتجه إلى a، تساوي ما لا نهاية، انتبه هذا، تساوي ما لا فإن نهاية، فإنه نهاية إكس تتجه إلى a. اف اوف على جي اوف تساوي نهاية لما اكس تتجه الى ايه؟ اف داش اوف على جي داش اوف يعني هي زي الاولى بس الاولى كانت صفر على صفر، الجزء الثاني لما يكون ما لا نهاية على ما لا نهاية، مثال شوف هذا يقول اوجد نهاية لما x تتجه الى ما لا نهايه x على اي اس x طالع لما x ما لا نهايه البسط ما لا نهايه ولما x ما لا نهايه اي للقوه ما لا نهايه هو ما لا نهايه يعني صار ما لا نهايه على ما لا نهايه نشتق واذا اشتقينا البسط مشتقه الاكس واحد والمقام مشتقه إيه الاكس هي نفسها والآن طالع البسط بواحد والمقام اي اس لما الاكس ما لا نهايه اي اس ما لا نهايه ما لا نهايه يعني واحد على ما لا نهايه والجواب يساوي صفر. واحد على ما لا نهايه الجواب يساوي صفر يعني هنا وجدنا الجواب من اول اشتقاق، نحل بعض الامثله وانبه على الاشياء المهمه فيها طالع هنا يقول اوجد نهايه لما إكس تتجه إلى باي على أربعة واحد ماينس تان إكس قوس قفل القوس كلها مضروبة في سك تو إكس طالع هنا أول شيء نبغى نشوف لما الإكس باي على أربعة تان باي على أربعة بواحد واحد ناقص واحد بصفر ضرب وسك تو باي على أربعة نحط بدال الإكس باي على أربعة يعني سك تسعين وسك تسعين هي ما لا نهاية يعني هذا الشكل هو صفر مضروب في ما لا نهاية إحنا نبغى الشكل يا صفر على صفر يا ما لا نهاية على ما لا نهاية نجي نحول هذا الشكل كيف نحول هذا الشكل طالع هنا أنا ما سويت شيء نقول يساوي نهاية لما إكس تتجه الباي على أربعة 1 ناقص تان x sec 2x هي 1 على كوساين 2x يعني نحط الكوساين 2x هنا طالع الان لما نعوض عن الx في البسط باي على 4 يطلع 1 باي على 4 بواحد 1 ناقص 1 صفر 0 وكوساين باي على 4 يعني كوساين باي على 4 مضروبه ب2 يعني كوساين 90 وكوساين 90 بصفر صار الشكل صفر على صفر إذا نشتق تساوي نهاية يعني هي المسألة في هذه الدرس إنك أنت تكون جبريا كويس تعرف كيف تحول الشكل من ما لا نهاية مضروب في ما لا نهاية أو صفر مضروب في ما لا نهاية أو أو إل للقوة صفر أو إل للقوة ما لا نهاية كيف تحول هذا الشكل إلى صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية نكمل هنا هنا طلع الشكل صفر على صفر نشتق البسط مشتقة الواحد بصفر وماينس تان التان مشتقتها اللي هي ماينس سيك تربيع اكس طبعا الماينس ننزلها نجي للمقام ايش مشتقة الكوساين ناقص ساين 2 اكس وطبعا الزاوية مشتقتها اثنين تجي قدام والآن تساوي طبعا طالع هنا سك تربيع اللي هو نبغى الاكس باي على أربعة تمام باي على أربعة يعني سك تربيع ايش زاوية سك باي على أربعة الكل تربيع الزاوية اللي هي ايش تساوي تساوي ماينس 2 على ماينس 2 طبعا آه انتبه هنا آه ساين 2 مضروبة في باي على 4 يعني 2 في باي على 4 يعني 90 وساين 90 بواحد يبقى ناقص 2 تساوي 1 بس للشرح اللي مو فاهم هنا سك x اللي هي تساوي واحد على كوساين x تمام وإحنا عندنا ال x باي على أربعة اللي هي خمسة وأربعين تمام يعني يعني تساوي لما نعوض جذر بدال ال x اللي هي خمسة وأربعين وكوساين خمسة وأربعين اللي هي واحد على جذر اثنين يعني جذر اثنين يرفع فوق وجذر 2 لما تربعه يصير 2 وعندنا السالب هنا نخليه فصارت سالب 2 على سالب 2 والجواب 1 نروح نشوف مثال آخر طالع هنا هذا المثال يقول 1 أوجد نهاية نهاية لما x تتجه إلى صفر 1 على x ماينس 1 على ساين إكس يبغاك توجد هذا طبعا هذا لما الإكس بصفر الكسر الأول ما لا نهاية ولما الإكس بصفر الكسر الثاني ما لا نهاية يعني الشكل ما لا نهاية سالب ما لا نهاية نبغى نحاول نخليه صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية إيش يسوي؟ أبغى أوحد المقامات يمكن يطلع معايا شيء أو أنت لازم تحاول توحيد المقامات نضرب المقامات في بعض وبعدين البسط الاول اللي هو الواحد مضروب في المقام اللي مو تحته يعني واحد في ساين اكس ناقص البسط الثاني مضروب في المقام اللي مو تحته اللي هي الاكس والان طالع لما حولناه بالشكل هذا لما حولناه بالشكل هذا ايش صار عندي؟ صار هنا ساين اكس بصفر اللي هو صفر والاكس هنا بصفر صارت صفر. وهنا صفر يعني صفر مضروبة في صفر، صار الشكل صفر على صفر، إذاً إيش أسوي؟ أشتق نستمر نشتق نقول ليميت إكس تنس تو زيرو، الآن البسط مشتقة الساين كوساين إكس ومشتقة الإكس بواحد، نروح للمقام، المقام عبارة عن حاصل ضرب دالتين إكس مضروبة في ساين إكس، مشتقة الأولى. اللي هي واحد مضروبة في الثانية زائد مشتقة الثانية اللي هي الساين مشتقتها كوساين مضروبة في اكس سوينا هذا نجي الآن نشوف من جديد هل هي صفر على صفر أو نقدر نطلع الجواب طالع البسط كوساين صفر بواحد وواحد ناقص واحد صفر المقام ساين صفر بصفر واكس مضروبه في كوساين الاكس بصفر مضروبه في كوساين بصفر يعني صفر على صفر نستمر بالاشتقاق نستمر بالاشتقاق البسط اول شيء كوساين مشتقتها ناقص ساين اكس وطبعا الواحد يروح نجي للمقام مشتقه الساين كوساين زائد نجي للمق... نستمر بهذه هذه عباره احنا حاصل ضرب دالتين مشتقة الإكس مضروبة في كوساين إكس زايد طبعاً حيكون ناقص لأنه مشتقة الكوساين ماينس ساين مضروبة في إكس فتصير كذا والآن نعوض إذا عوضنا أنتبه إذا عوضنا على الإكس بصفر البسط حيكون صفر وإذا عوضنا على الإكس بصفر هنا واحد وواحد يعني اثنين وهنا صفر صار صفر على اثنين اذن الجواب صفر واضح احل امثله طالع الشكل الثاني وهذا شكل مهم يقول اوجد نهايه لما تتجه الى صفر واحد زائد اكس للقوه واحد على اكس انتبه لما الاكس بصفر تصير هذا الشكل الاكس بصفر يصير واحد للقوة ما لا نهاية تمام هذا الشكل اللي هو ال للقوة ما لا نهاية ال أي عدد نبغى نحوله إلى صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية انتبه دائما إذا شفت المتغير أس افرض أنه يساوي واي افرض أن الدالة تساوي واي وخذ اللوغاريتمات للطرفين لن y يساوي إذا أخذنا اللوغاريتمات للطرفين الأس يجي قدام وتصير زي كذا همسح وسويها ناخذ اللوغاريتمات اللوغاريتمات للطرفين يصير عندنا واحد على إكس لن واحد زائد إكس تمام؟ والان نطلع النهايه، طبعا اذا طلعنا النهايه حنطلعها للن، لكن احنا نبغاها الواي، بعدين تشوف كيف تصير. اول شيء نوجد نهايه لما إكس تتجه الى صفر لن واي اللي هي تساوي نهايه لما إكس تتجه الى صفر لن واحد زائد إكس على إكس طبعا لن واحد زائد إكس على إكس كذا طالع الآن لما الإكس بصفر البسط لن واحد صفر ولما الإكس بصفر بصفر يعني صفر على صفر نجي نشتق مشتقة لن قلنا إيش مشتقة اللين هي واحد على ما بعد اللوغاريتم ضرب مشتقة ما بعد اللوغاريتم اللي هو واحد ما يحتاج نجي للبسط مش للمقام مشتقة الإكس بواحد يعني صار الجواب زي كذا يساوي نهاية لما إكس تتجه إلى صفر واحد على واحد زائد إكس الآن عوض عن الإكس بصفر البسط واحد والمقام واحد إذا الجواب واحد لكن انتبه هذا الجواب هذا الجواب هو نهاية لما إكس تتجه إلى صفر لين واي، إحنا نبغى الواي فنقول نهاية لما إكس تتجه إلى صفر الواي تساوي نجيب الإي اللي هنا هنا، تصير إي أس واحد يعني تساوي واحد إي يعني تساوي إي الجواب تساوي إي. وهذا طبعا نهاية الواي اللي هي نهاية الدالة اللي هو أعطانا هي من البداية هنا مو احنا حطينا واي تساوي هذه فإذا هذه الواي هي نهاية الدالة يعني نهاية الدالة تساوي اي هذا من الأسئلة أحل سؤال ثاني طالع برضو نفس الشيء الأس المتغير هو الأس وأبغى أحله طالع هنا يقول أوجد نهاية لما إكس تتجه إلى ما لا نهاية واحد زائد اثنين على إكس أس إكس طالع لما الإكس ما لا نهاية هنا اثنين على ما لا نهاية صفر وهنا واحد وهنا ما لا نهاية يعني هي واحد على ما لا نهاية نبغى نغير الشكل بحيث يصير ما لا نهاية على ما لا نهاية أو صفر على صفر نجي ايش؟ نفرض انه دائما اذا الاس المتغير هو الاس نفرض انه يساوي واي وبعدين ناخذ اللوغاريتمات للطرفين لن واي يساوي اكس لن واحد زائد اثنين على اكس والان نشوف نشوف الشكل نبغى نهاية لما x تتجه إلى ما لا نهاية لن y اللي هي تساوي نهاية لما x تتجه إلى ما لا نهاية x لن واحد زائد اثنين على x انتبه هذا الشكل لما x ما لا نهاية لما x ما لا نهاية هو ما لا نهاية مضروب بصفر احنا نبغى نغيره، طالع كيف انا غيرت؟ تساوي نهاية لما إكس تتجه لما لا نهاية لن واحد زائد اثنين إكس على واحد على إكس، طالع الإكس هذه خليتها في المقام واحد على إكس، إذا رفعتها لفوق ترجع زي ما هي إكس، والآن طالع هنا البسط صار صفر والمقام صار صفر، يعني صفر على صفر الآن اشتق البسط واشتق المقام نشتق البسط ونشتق المقام البسط لن واحد زايد اثنين اكس يعني ايش يساوي يساوي واحد على واحد زايد اثنين اكس هذا انتبه دقيقة ابغى اشيل هذه هنا عشان ما تلخبط اخليها هنا هذه هنا واحد على إكس هذا أول شيء نشتق ايش؟ نشتق البسط مشتقة اللوغاريتم واحد على ما بعد اللوغاريتم في مشتقة ما بعد اللوغاريتم مشتقة ما بعد اللوغاريتم اللي هو ناقص اثنين على إكس تربيع ونروح للمقام المقام واحد على إكس هذا المقام واحد على إكس يعني مشتقته واحد ناقص واحد على إكس تربيع طبعا نبغى نكتبها بشكل واضح ايش تساوي؟ تساوي نهاية لما اكس هنا مجرد انك توحد المقامات حتطلع بالشكل هذا، طب, طب، شوف هذه الاكس تربيع حتروح هذه الاكس تربيع حتروح مع ذي الاكس تربيع والناقص مع الناقص يروح تصير اثنين يعني حتطلع اثنين على واحد زائد اثنين على اكس. اللي كويس في الرياضيات حيعرف انا ايش سويت الان نجي نعوض شوف البسط باثنين والمقام اثنين على ما لا نهايه بصفر ويبقى الواحد يعني تساوي اثنين طبعا هذه نهايه لما اكس تتجه الى ما لا نهايه لن واي احنا نبغى واي فنقول نهايه لما اكس تتجه الى ما لا نهايه واي تساوي اي اس اثنين تساوي اي اس اثنين وهذا الجواب للداله اللي احنا فرضناها انها تساوي واي احل مثال اخير مثال اخير يقول اوجد نهايه امثله كثيره في الكتاب راجعها اكس تتجه الى ما لا نهايه 4 اس اكس ماينس 2 اس اكس على إكس، طالع هنا لما الإكس بصفر أي شيء صفر بواحد وهنا اثنين والصفر بواحد، واحد ناقص واحد صفر، والإكس بصفر بصفر، يعني صفر على صفر، نشتق نشتق والاشتقاق كالآتي أول شيء بشتق المقام مشتقة الإكس بواحد، كيف نشتق الأربعة إكس؟ تجي هنا أسويها تجي هنا تقول الواي تساوي أربعة سيكس دائما قلنا اذا المتغير هو أسخذ خذ اللوغاريتمات للطرفين تصير ايش؟ اكس لن اربعة ولا نشتق لن الوا... واي هي واحد على ما بعد اللوغاريتم طبعا هذا اشتقاق ضمني في واي شرطة يساوي الاكس مشتقتها بواحد مضروبة في لن اربعة اذا الواي شرطة ايش تساوي؟ تساوي واي لن اربعة والواي احنا نعرفها كم هي اربعة 6 يعني الواي أربعة أس إكس مضروبة في لين أربعة وهذه مشتقة أربعة أس إكس أربعة أس إكس نبغى الواي شرطة يعني إيش تساوي تساوي هنا مكتوبة تساوي أربعة أس إكس لين أربعة وطبعا ناقص ومشتقة اثنين أس إكس هتطلع زيها اثنين أس إكس لن 2 تمام والآن نعوض نعوض عن ال انا كاتب في الكتاب شرح لكيف تطلع والآن نعوض هنا عندنا الاكس بصفر الاكس بصفر 4 اس اكس بصفر يعني بواحد هنا لن 4 لن 4 ناقص وهنا 2 اس 0 بواحد يعني ناقص لن 2 على واحد اللي هو المقام يعني الجواب لن أربعة ناقص لن اثنين وطبعا في اللوغاريتمات الطرح هي عبارة عن قسمة يعني لن أربعة على على اثنين وطبعا أربعة على اثنين اللي هي لن اثنين وهذا الجواب النهائي يساوي لن اثنين وهذا كل شيء في الباب في أسئلة كثيرة يعني تنتبه لها موجودة هي طريقة إيش المهم المهم إنك هو يجيك شكل اما يكون صفر في ما لا نهايه او ال القوه ما لا نهايه او ال او ما نهايه ضرب ما لا نهايه فانت تحولها جبريا بحيث انها تصير الشكل يصير يا صفر على صفر يا ما لا نهايه على ما لا نهايه وتستعمل الاشتقاق تستمر في الاشتقاق لين تجي الى الجواب النهائي، امثله كثيره في الكتاب شوفها واي واحد عنده مشكله يكلمني الى هنا اوقف والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد